الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. عيد المرأة اليوم أي. عيد المرأة. عيد المرأة ونحن أنا كم. هارا في السيني نخدم. مستمش. هارا قاعدين لسموش وشيلة وتكوفين. هارا نخدم عليهم. نجمعوا في الفلفل. نجوا من الغدير. في دمك الشيلة نحن نخدم. ونخدمه وكما قلت له والواحد يطلع كما قال لفتور لحد شيء. لني لني رأب. أربع صغيرات ما عنديش. والخلاص نتاعكم كيفاش معنا شنو تخ. 10,000. 10,000. منها منها مصروفنا. الواحد هو طار واحد يجي يروح حتى نروح شو هو عندي راجل مريض حاشاك باك اللحمه في المجرى بارك لا يقيد اللي الاربع نتاع الصباح نروح الواحد قاعد يا ولي عنده مريض يقاسي فيه في الدار رجله واش عندي زسره عنده مريض يقاسي فيه في الدار اللي عنده مريض وليدي مريض ومش حتى عامل لي شهري عندي ليه اش نعمل انا عندي بني لا عندي حتى شيء في العبيد عمري 65 تو انا نخدم مرش نعم ما عنديش نخدم من يا ولدي ناي ولدي في الدار يا 65 ولدي مريض ما ينجمش يخدم الدار حاجه ما يعطيش ماركين هكاك انا ماركين مضيم ما عنده زوج وراش لي مريض عنده لحظه حتى في المسكن في الدار اشكرت المريض ب 70 دينار ما ثماش مونيتر ما ثماش وهان خدم هذا مصوا ولا مسكين يجوا من 4 نتاع الصباح تعب الناس تعب على الاخر على الاخر زاد 10,000 ومنها مونيتر وكيما قلت مش نلاقي راه حتى نجيب له تفصيل لا احنا كان فلاح لا خدام اما صحيح كفلاح لكن تعبين زادهم ونحن تعبين معاهم تعبين الناس الكل كلها زواولة اقل واحده عندها 3-4 عندي زوج صغار 10 فرقش باش تفعل لها انت راه مش تعبان الاخر الاخر يدعمونا في الدواء يدعمونا في لاسم باش نخدموا نطوروا ولا لا انت يا العباد هاي باش شوك يعني زاد انا قاعد في الدار لا يخدم لا يقدر واللي دعم في الصحه فالرقم ما عندهاش حتى تصل ماشي يخدم عليه ما عندهاش تصل ماشي يخدم عليه بنيات خذوا الارواح البنيات عندي اللي يخدم عليه لما دعم الحل الله نعم 60 سنين الراجل هذا بارك في الدار المغرب هاي شو نعاونوا وقفوا معنا عاونونا هو عملوا ربنا الحل واللي يعمل يعمل للرب هو مش العابد تو هذوما كثارين كثارين مفروض ب 100,000 ناخذ دواء ونسقيهم تو كثارين ب 300,000 ما تنجمش تاخذ مونيتر باش تسقيهم معناتها مسلمين فيه طول الجمعة هذية والأخرى مش صفار ويمشي في الصفار هذه الفلاح نتاع الفلاح الفلاح تعبين بالضبط بالضبط واحد يتقي في روحه اول مره يخدم لك ليه هذه مثلا 10,000 منها منها ذا ومنها كل مصروف هذه من الصفر حتى المسكن يقولك عن المسكن على الاقل على الاقل هنا هي من الصفر هنا هنا وهذه والمصروف هذيك انا غير بريد عامل كما كان مضيم واحد ما عندي يعني ما لقينا كاك من اللي حتى شيء البلايص ماخذين بعيد عن الناس الكل لما يفرني لما الريح عندي الياس ونشلة ورباب وباباهم مش مسعودين وما يعطوناش ربي يعاونكم وربي يشدكم بالصحة وطول عمرك ربي يعاونكم مشكلتنا مشنا حتى على المعاونة يرخصوا لنا في لسمته رانا تعبني يرخصوا لنا في لسمته الإنسان ما عادش لاقي باش ياخذ حتى الشطر شكارموني حتى الشيخوخة مش ما عادش لاقي باش ياخذ الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة